يلا بقى قول انت مين بجد؟ هو ايه الحكاية؟ انا السؤال ده اتسألته كتير قوي النهاردة. عايز تقول يعني اني بسأل سؤال متكرر؟ ما هو طبيعي، لازم اللي يشوفك ويشوف تصرفاتك يستغربك. لما بتعزف بحس انك في ملكوت تاني ملوش وجود، بتبقى في دنيا تانية، طاير مش واقف معانا على الأرض. استغربتك جدا لما عرفت انك ما بتاخدش فلوس على عزفك ده، مع ان كل الناس بتيجي المكان اصلا عشان تسمعك. خنقت علشان لا، ومع مين؟ مع راغب، يعني البعبع بتاع المكان. جبت لي هديه شيك وغاليه وعازمني في مكان فخم جدا عمري ما حلمت ان انا اقعد فيه. رقيق جدا معايا، رومانسي جدا، كانك بالظبط حلم. وفجأة بتتحول، بتبقى واحد تاني خالص. شفتك النهارده وانت بتكلم فخري، فجأة حسيت انك واحد تاني، حد بيعرف امتى وازاي يغير جلده، وعارف كويس قوي هو عايز ايه. سامح، انا بجد عايز اعرفك كويس. قصدك عايزه تحددي موقفك مني؟ ما اقدرش انكر. عايزة تعرفي ايه؟ قولي انت ايه؟ انا؟ مزيكاتي، مجرد مزيكاتي.